الكرة في كل تفاصيلها. الآن سيد عبد الحفيظ على موقع أو على كرسي المحلل، كيف يرى الفارق بين الأهلي وصن داونز والأهلي والوداد؟ لماذا صن داونز مع قوته ومع كرته ومع خطورته يبقى الأهلي والوداد هما صاحبا المناسبات النهائية باستمرار؟ ليه مش صن داونز؟ نشوف وجهة نظر الكابتن سيد عبد الحفيظ. ليه الأهلي والوداد في الست سنين اللي فاتوا الأخيرة؟ لأن في حاجة اسمها هوية فريق، عقلية لعيبة، رغبة تيم. صن داونز ممكن يكون أعلى فنيا على فكرة في بعض الأوقات، مش كل الأوقات، لكن في بعض الأوقات، لكن ما عندوش الإرادة اللي عند الأهلي والوداد. صح. الوداد عنده شخصية فرقة، رغم ان هو ممكن يبقى مش احسن فنيا، مش احسن من ناس كتير، وعنده قوة جماهيرية مش طبيعية. الجماهير في الوداد فظيعة جدا. يعني لك ان تتخيل ان الوداد ده مثلا 7-8 اسماء من السنة اللي فاتت مش موجودين، بس هوية الفرقة موجودة أسامة، هوية الفرقة موجودة. صن داونز عنده القدرة المالية وعنده القوة الفنية وعنده الاستقرار الفني في الأجهزة الفنية، سواء كان موسيماني او حتى مكوينة اللي موجود حاليا، ما كان مساعد موسيماني. صحيح. يعني تقريبا مع الفرقة بقاله 6-7 سنين، لكن تنقصه حاجة اسمها الشخصية بتاعة الفرقة. صن داونز كل مبارياته مع شمال أفريقيا من 5-6 سنين، ما انت عشان تاخد بطولة أفريقيا لازم تدرس الناس اللي بتلعبها أساسا، لازم الناس تدرس الناس اللي انت بتواجهها. صن داونز من 2019 لحد دلوقتي كل المباريات اللي خرج منها على أرضه. تخيل. أيوة، على الارض. كل المباريات وكل الادوار الاقصائيه كانت على الارض في مباراه العوده. ما يعرفش. والاكثر من كده اسامه، ان المباراه الاولى بتبقى النتيجه كويس، يعني في 2019 مثلا في السيمي فاينال 2019 بيلعب الوداد في الوداد كسبان 1-0، وبعدين يعني يتاخر بهدفين 2-1 في مباراه العوده مع قوه مع جماهيريه تكاد تكون في المتناول، فيتعادل 0-0. في 20 يخسر من الاهلي، وهو كان كسب الاهلي 5 في السنه اللي قبلها. ايوه. في 2021 يخسر من الاهلي، في 2022 او 21 اسف خسر من بترو اتلتيكو. بترو اتلتيكو. هو سيد لمس على نقطه يعني تكاد تكون جوهريه في الامر، يعني ان الثقافه بتاعه الوداد والتجذر بتاع الكوره في المغرب وفي مصر، اهلي ووداد تحديدا يعني، ومعاهم الرجاء على فكره، الرجاء جمهوره مرعب. ايوه. لان انت وانا بكلمك قلت لي ده الرجاء والوداد الفوارق بينهم مش كبيره. أيوه. الجماهيريه يعني. انما الكره المغربيه عندها خبرات خلاص، وليها سمعات خلاص، وليها هيبه. الهيبه. انت تلعب قدام صن داونز تخاف من فرقه تقيله، لكن الهيبه تظل لمين؟ يعني انت لو سالت قبل الماتشات، ماتشات صن داونز والوداد، صن داونز والاهلي، ما حدش يقدر يقول لك صن داونز، حتى رغم الخمسات اللي بيكسبها. هي تبقى في 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 في, في التحفيل بيننا وبين بعض هنا مؤثره جدا. لكن على مستوى القاره هم بيشوفوا نتيجتها ايه في الاخر ولا حاجه. ايوه. يعني تخسر 5 ووضعك حرج، انت اللي تكمل وتاخد البطوله، واللي كسب الخمسه مرتين ما وصلش لحاجه، يعني ما لعبش الفاينل. يعني اول مره كسبك 5 خسر من بيترو اتلتيكو انجولي، ف السنه اللي فاتت خسر من الوداد. ايوه. 2-1، يعني هو لما يطلع 2-1 اوي خارج ملعبه يبقى الدنيا بقى فله جون ويصعد، وانت غالب الاهلي 5 في ملعبك تطلع النتيجه 0-0. ما خلاص. طيب ايه اللي حاصل لصن داونز، وليه ده طبيعه او ثقافه هذا الفريق؟